أكد الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية أكد أن سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 يضع البحرين في مقدمة الدول بمجال رياضة السيارات، إضافة إلى ما يحمله من جوانب إيجابية كبيرة، مشيرا إلى أن السباق هذا العام حقق مبيعات تذاكر عالية جدا. خطف الألماني سباستيان فيتيل سائق فريق فيراري المركز الأول في أول سباق ليلي لهذا الموسم يقام في موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط وللمرة الثانية على التوالي ضمن هذا الموسم، وذلك في سباق الفورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2017. وتوج سمو ولي العهد فيتيل بطلا للنسخة 13 من جائزة البحرين لطيران الخليج للفورمولا 1 الذي اختتم فعالياته وسط حضور جماهيري كبير بلغ عدده 93,000 شخص، وذلك في مجموع 3 أيام السباق. في الواقع أن مملكة البحرين اليوم تعيش حدث رياضي كبير، جميع أنظار العالم وعشاق هذه الرياضة يتابعون اليوم، فهذا النشاط الرياضي وضع البحرين على ساحة إعلامية مهمة وساحة رياضية دولية مهمة، فالشكر لكل من يدعم هذا المشروع ويساهم فيه. عجبني أيضا المتطوعين وحسن الترتيب. أولا أحب أهنئ البحرين قيادة وشعبا بهذا النجاح الكبير اللي حققه سباق سيارات الفورمولا 1، وأوجه الشكر في الحقيقة الخاص إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد. من جانبه أكد عارف رحيمي رئيس مجلس إدارة حلبة البحرين الدولية أنه تم بيع كل المنصات الرئيسية بالكامل إلى جانب البادوك وقاعة الشركات بالكامل، وذلك للمرة الأولى، مؤكدا أن حلبة البحرين الدولية كسرت أعداد الجماهير الحاضرة في يوم السباق مثل كل عام منذ انطلاق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 كسباق ليلي. هذه الأيام حقيقة شهدت مملكة البحرين عرسا رياضيا واقتصاديا ومن كل النواحي. هذه المناسبة التي وضعت البحرين على خارطة العالم وأثبتت للجميع مقدرة مملكة البحرين على أنها تستضيف فعاليات عالمية مثل هذه الفعالية. حقيقة هذا نجاح يضاف إلى الرصيد الكبير الذي تحصل عليه كل يوم مملكة البحرين. هذين احنا ما نسميهم مارشال، نسميهم عائلتنا. احنا بدون واحد بدون عائلته ما يسوى. هذين الشباب هم اللي يقومون بالحدث كامل، وهم هاي النتيجة اللي يبوها، وكل سنة إن شاء الله، والسنة الجاية وكل سنة إن شاء الله. خلصنا 2017 والأفضل اليوم إن شاء الله شهر 5 بنكون إن شاء الله في باكو. احنا أهم شيء عندنا كمارشلز بحريني إن احنا نرفع علم البحرين فوق. الحمد لله رب العالمين، أنا من 2005 كل سنة ما وقفت أرفع علم البحرين فوق، إن شاء الله الجاي أحسن بإذن الله الواحد لحد. بهذه الحماسة وهذه الحشود اختتمت مسابقات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج. هذه الجهود الكبيرة التي يبذلها مارشز البحرين والحماسة التي نراها عند جمهور مملكة البحرين وضيوف مملكة البحرين من مختلف دول العالم، هذا سباق أثناء ختامه شهده 30 مليون مشاهد عبر شاشة التلفزيون، وذلك من خلال التغطية الإعلامية الضخمة التي حضرت إلى أرض مملكة البحرين لتغطية هذا الحدث التاريخي. يحيى العمري من حلبة البحرين الدولية، تلفزيون البحرين.